صلوا بينا على النبي. وفيلمنا بيبدأ مع الطالب دو اللي كان بيتعرض للتنمر من صحابه، وبنعرف ان الطلبة كلهم بيتريقوا عليه. وبنشوف بعدها دو كان بيبصوا على الطلبة جين، وبيكون باين عليه انه معجب بيها. وما دو بيروح للمتنمرين وبيحاول يلعب معاهم، بتيجي الكرة على الطلبة جين، وساعتها جين بترجع له الكرة ومش بتكون عارفة انه معجب بيها. وبعد ما دو بيرجع للبيت بنشوفه بدأ يرسم اللي حصل على شكل رسومات، وبنعرف ان هو بيفضل يرسمها على طول. وفي تاني يوم بيروح دو للمدرسة وبيحط الكراسة بتاعته في المكتب، وبيتجه بعدها ناحية حوش المدرسة. وبيعرف بعدها دو من صاحبه ان الكراسة بتاعته لساها جوه الشنطة، وبيعرف ان هو حط في المكتب الكراسة بتاعت الرسومات. وما دو بيرجع للمكتب وبيحاول يلاقيها، بتقول المدرسة ان في طلبة جت واخدتها. وفي الوقت ده بتوصل الكراسة بتاعته للطلبة جين، وبتعرف انه كان رسمها ومعجب بيها. وبتكون جين متضايقة من اللي شافته، وبتقوم ترمي الكراسة على وشه وبتهزقه. وبعد ما دو بيروح يقعد مع صاحبه وبيتكلم معاه، بيعرف منه ان الطلبة يوري هي اللي ادتها الكراسة بتاعته. وبنشوف بعدها دو راح ليوري وكان عايز ينتقم منها، لكنه لما بيلمسها بيتكهرب وبيقع على الأرض. وأما دو بيرجع لبيته بيفضل يعمل شوية تجارب على الكهرباء، وبيكون عايز يلاقي تفسير للي حصل. وبعد ما دو بيتعب ومش بيلاقي حاجة، بيقرر انه هيرسم اللي حصل وهيفضحها قدام المدرسة كلها. وفي تاني يوم بتكون يوري ماشية وبتلاقي الرسومات اللي رسمها دو عنها، وبتعرف انه خلاها واحدة مجرمة وعايزة تكهرب المدرسة كلها. وما يوري بتروح تتقابل مع دو وبتطلب منه يوقف اللي بيعمله، بتلاقيه كان بيطلب منها تطلع جهاز الكهرباء اللي معاها. وساعتها بتعرف يوري انه مش فاهم حاجة، وبتكون عايزة تسيب المكان وتمشي. وبيلاحظ وقتها دو ان الساعة بتاعتها كانت بتطلع صوت، لكنه لما بيلمس جسمها بيتكهرب وبيقع على الأرض. وبنشوف بعدها يوري راحت علشان توقف آلة الطباعة، بس الآلة بتتكهرب وبتبوظ بسببها. وبعد ما يوري بترجع للبيت وبتقعد مع والدها ووالدتها، بنعرف انها اتصعقت وهي صغيرة من الثلاجة. وبنعرف كمان انها بعد كده بوظت جميع الأجهزة الكهربائية علشان نبضات قلبها كانت بتزيد وهي مش واخدة بالها. وبنشوف بعدها والدها اداها ساعة تقيس نبضات قلبها علشان تعرف امتى هتكون خطر على الناس اللي حواليها. وبنعرف بعد كده انها فضلت تنتقل لكذا مدرسة علشان صحابها كانوا بيكتشفوا قوتها الكهربائية وبيتنمروا عليها. وبنرجع بعدها للوقت الحاضر، وبنشوف يوري كانت عايزة تسيب المدرسة وتمشي، بس بتلاقي دو بدأ يجمع الرسومات اللي رسمها وبيولع فيها. وأما يوري بتروح له وبتتكلم معاه، بيبدأ دو يتزلى على اللي عمله معاها. وساعتها يوري بتلاقي المكان بدأ يولع، فبتروح تدي طفاية الحريق وبتطفي النار اللي كانت ولعة. وبتحاول وقتها يوري انها تهدي نبضات قلبها علشان خافت، وبيكون دو شايفها وبيعرف منها بكل حاجة. وبيظهر بعدها ان يوري كانت معجبة بطاي اجمل طالب في المدرسة، لكنها لما بتقرب منه بتعلى نبضات قلبها وبتجري من المكان. وبعد ما طاي بيجري وراها وبياخد الكورة منها، بيقولها تيجي تتدرب معاهم علشان المسابقة. وفي الوقت ده بنشوف دو كان في العيادة وبيطمن على جين اللي بيحبها، بس جين بتهزقه وبتخليه يمشي من جنبها. وبنشوفه بعدها راح ليوري وبيطلب منها تكهربه علشان جين مش بتحبه وعايز يموت. وأما دو بيلمسها في ايديها علشان يتكهرب، بتقوم يوري ضربها وبتكهربه. وبنشوف بعدها والدتها ووالدها كانوا عايزين يضربوها علشان عارف كل حاجة، بس يوري بتظهر لهم وبتوقفهم. وبعد ما دو بيقعد يتعشى معاهم، بيقرر انه هيساعد يوري في غسل المواعين. وبنشوف بعدها يوري بدأت تحكي له باللي حصل معاها، وان الطالب تاي عايزها تروح تتدرب مع باقي الفريق. وفي تاني يوم بنشوف دو بدأ يشجعها وبيخليها تروح تقابل تاي علشان تنضم لفريقه. وساعتها يوري بتعلى نبضات قلبها وبتتوتر، لكنها في الآخر بتروح تتدرب مع باقي الفريق. وبتواجه وقتها يوري مشكلة في تسليم الحديدة لتاي، وبتطلب منهم يخلوها آخر واحدة تجري في الفريق. وفي الوقت ده بنشوف دو كان لسه بيراقب جين، وبيكون عايز يعترف لها بحبه ليها. وفي يوم بنشوف يوري راحت مع دو لبيته، وبتلاقي الرسومات اللي كان رسمها للطلبة جين. وما يوري بتعرف انه رسم لها صور كتير في كذا كراسة، بتقول له يروح يديها كل الرسومات اللي عنده ويعترف لها بحبه. وبتعدي بعدها الايام، وبنشوف يوري بدأت تقرب من دو اكتر، وبيكونوا افضل صحاب في المدرسة كلها. وبيجي بعدها يوم التدريبات للمسابقة، وبنشوف الفرقة كلها كانت متجمعة. وبتكون يوري مش عايزة تاخد الحديدة من طاي علشان نبضات قلبها زادت وهتكهربه، لكنها في الآخر بتأذي نفسها وبتكسب السباق. وبنعرف بعدها إن دو ابتدى يرسم يوري في كراسته، وبيكون مبسوط علشان بقت صاحبته. وفي تاني يوم بتتقابل يوري مع طاي، وبتعرف منه إنه عايز يخرج معاها، فبتقوم تتصل بدو وبتقوله إنها عايزة تكلمه. وما دو بيروح لها بتقوله باللي حصل معاها، وإنها دلوقتي مش عارفة تعمل إيه. وبيبدأ بعدها دو يساعدها وبيحاول يفكر معاها، وبيديها جهاز كهربائي بيقلل الشحنات الكهربائية.
وبعد ما دوب يروح يتكلم معاه في البلكونة وبيلاحظ إنه هو بدأ يحبها، بنشوفه بعدها بدأ يتكلم مع نفسه وبيقول إنه مش بيحبها وبيحب الطلبة جين. وبنشوف بعدها يوري بدأت تعمل ميك اب وبتخرج مع تاي وبيروحوا يتدربوا مع بعض في المدرسة. وما تاي بيلاقي الساعة بتاعتها بدأت تطلع صوت وبياخدها علشان يجربها، بتطير الساعة منه على الأرض وبتتكسر. وساعتها تاي بيعتذر منها على اللي حصل وبيقولها إنه هيديها ساعة بدلها. وبنشوف بعدها يوري بدأت تتدرب معاه وبتنجح بأنها تستخدم جهاز الكهرباء وبتقلل الشحنات الكهربائية اللي فيها. وفي الوقت ده بنشوف حد من الطلبة راح لجين وبيديها الرسومات اللي بعتهم ليها دول. وبعد ما جين بتشوف كل الرسومات المتحركة اللي كان رسمها بتروح تقول له إن رسمه جميل جدا بس هي مش بتحبه. وبيبدأوا وقتها الطلبة المتنمرين يتريقوا عليه وبيقولوا له إنه حد فاشل في كل حاجة. وبنشوف بعدها جين راحت تدي المظلة لتاي اللي كان واقف مع يوري وبيظهر إن جين معجبة بيه. وبعد ما جين بتمشي من المكان بيبدأ تاي يتكهرب علشان لامس المية وبتضطر يوري إنها تهرب من المكان. وبيظهر وقتها دو وبيكون عايز يتكلم مع يوري لكنها بتجري بسرعة كبيرة وبترجع لبيتها. وبنشوفه بعدها راح لها للبيت وبيحاول إنه يهديها لكنها بتكتب له رسالة وبتطلب بإنه يمشي. وساعتها دو بيبدأ يرسم لها رسومات وبيخليها تعرف من خلالهم إن تاي لو عرف بكل حاجة مش هيكون عنده مشكلة وهيحبها. وبتبدأ وقتها يوري تتخيل إنها بتشرح لتاي بكل حاجة وإن ما كانش عنده مشكلة فعلا وما سابهاش. وبنشوف بعدها يوري خرجت لدو وبتتكلم معاه وبتكون مبسوطة علشان رجع لها ثقتها في نفسها. وفي تاني يوم بنشوف جين أخدت يوري لجوه مكان معزول وبتخلي البنات اللي بيحبوا تاي يتجمعوا عليها. وبيظهر بعدها دو بيحاول إنه يساعدها بس البنات بتضربه وبتثبته. وبيجي ساعتها تاي وبيوقفهم كلهم وبيعرف من الطلبة جين إنها بتحبه. وأما البنات بيعرفوا إن جين بتحبه وبيحاولوا إن هم يضربوها، بنشوف تاي بدأ يدافع عنها وبيتعور في وشه. وبيبدأ بعدها تاي يتكلم وبيطلب منهم يمشوا كلهم ويسيبوه لوحده. وبيكون بعدها تاي عايز يمشي بس دو بيوقفه وبيقوله إن يوري عايزة تتكلم معاه. وبعد ما جين بتمشي من المكان وبتروح تعيط لوحدها بيجي لها دو بيواسيها. وفي الوقت ده بتبدأ يوري تعترف لتاي بكل حاجة وبتشحن له الموبايل بإيديها علشان يتأكد. وأما تاي بيمسك إيدها وبيتصارق بيقول لها إن هما لو كسبوا المسابقة بتاعت الجري هيكمل حياته معاها. وبتروح بعدها يوري لدو وبتحكي له باللي حصل وبتسأله عمل إيه مع الطلبة جين. فبيقول لها إنه إداها الرسومات زي ما قالت له بس هي رفضته وقالت إنها مش بتحبه. وبتبدأ بعدها يوري تهديه وبيكون باين عليها إنها بدأت تعجب بيه. وفي يوم المسابقة بنشوف الطلبة كلهم كانوا متجمعين وبيتجهزوا علشان السباق. وفي الوقت ده بنشوف دو كان في البيت وبيرسم يوري اللي بدأ يحبها وبيلاقي نفسه تحول زيها وبيطلع كهرباء. وبيقرر وقتها دو إنه مش هيسيب تاي ياخدها وبيروح للملعب وبيقول إنه مش هيخليه يكسب السباق. وبعد ما السباق بيبدأ وبتاخد يوري الحديدة بنلاحظ إن تاي بدأ يتكهرب وبيقع على الأرض. وبتكون يوري سمع دو بيقول لها ما تكملش السباق علشان بيحبها بس يوري بتكمل جري وبتكسب السباق. وبنشوفها بعدها راحت لتاي وبتطلب منه يغير الاتفاق علشان اكتشفت ان قلبها ما بقاش بيحبه. فبيقول لها تاي انه متفهم موقفها وانها لما صعقته بالكهرباء كانت بصل دو مش بصاله. وبيقوم بعدها يلمسها في شعرها وبيخليها تتأكد انه ما بقاش يتكهرب منها. وبعد ما المدرسة كلها بتتجمع وبيحتفلوا بفريق تاي اللي كسب بنشوف يوري مسكت في ايد دو وما كانش بيحصل له حاجة. وبيبدأ ساعتها معدل ضربات قلبهم يعلى وبتتكهرب المدرسة كلها علشان كانوا ماسكين في بعض. الفيديو ده كتبه عمرو وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو وكمان تابعونا على قناة انمي في ثواني علشان تشوفوا ملخصات الكرتون وهتلاقوا روابط الانستا تحت في الوصف واعملوا لها فولو هي كمان. سلام.